أوضحت السنة أن الإنسان لا يستبعد أن يقع في الفتنة ولا يأمن على نفسه أن يقع في فتنة. قال الزبير رضي الله عنه كما في المسند قال: لقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة، وقرأنا قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الزبير: فقرأناها زمانا ونحن لم نرى أننا نخلق لها، ما كانوا يتوقعون أنهم سيقعون في شيء منها. فقال الزبير رضي الله عنه: قرأناها زمانا فإذا نحن المعنيون بها، فلا يستبعد أحد من أن يقع في الفتنة، فليسأل الله عز وجل أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن.